سعادة السيد محمود محمد ثعفان ممثل حكومة جمهورية مصر العربية، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد محمد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، معالي السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أصحاب السعادة الوزيرات والوزراء، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيدات والسادة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، الحضور الكريم، باسم الشعب السوداني وباسم شهداء ثورة ديسمبر المجيدة أحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. يسعدني ووفدي ووفد بلادي أن نكون بينكم مشاركين في اجتماعات الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بدولة المغر جمهورية مصر العربية بلد الحضارات والمجد التالي، ونشكر فخامة السيد عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر. سعادة السيد محمود ثعفان وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية رئيس المؤتمر، نهنئكم على اختياركم لرئاسة المؤتمر في دورته الجديدة، ونحن على ثقة بقدراتكم وكفاءتكم في إدارته، كما نهني نواب الرئيس من أطراف الإنتاج الثلاثة على انتخابهم، ونتطلع إلى إجراء حوار بناء ومثمر ومتعمق حول مختلف السبل التي تسهم في الارتقاء بالوطن العربي، وتبادل شامل للآراء حول قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك، والتي تغطي بنود هذه الدورة وتشملها. وأسمحوا لي أن أتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق لأعمال المؤتمر. السيد الرئيس، سيدات والسادة الحضور، إن وفدي بلادي يشارك في هذه الدورة كأول مشاركة رسمية بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة في بلادي، والتي اقتلعت النظام الدكتاتوري الذي جسم على صدر بلادي 30 عاماً وترك آثار سالبة في كثير من المجالات وعلى رأسها مجالات العمل. وفي هذا الإطار فإننا نطمح إلى وقوف الكل حتى نتمكن من ترتيب أمورنا الداخلية بالصورة المطلوبة وفق المعايير الدولية. كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر للسيد المدير العام للمنظمة على حرصه ومتابعته لقضايا العمل والعمال في دولنا العربية، وعلى الجهد المبذول في إدارة المنظمة، وعلى التقارير الوافية التي أعدت للدورة، وذلك إنفاذاً لمقررات المؤتمرات ومجالس الإدارات، والتي أعطت صورة متكاملة لما يدور في المنظمة وما يدور بين الشركاء في الوطن العربي، وكذلك الإعداد الممتاز للبنود الثابتة بالمؤتمر. يعد تقرير المدير العام الخاص بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين مناسباً للمرحلة بصورة كبيرة، وتم إعداده بجدارة، ونأمل أن نعمل جميعاً لتحقيق التوصيات الواردة به، خاصة تلك المتعلقة بزيادة فعالية المشاركة في الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، وتشجيع ودعم المناطق الاستثمارية العربية. ونحن في السودان ندعوكم جميعاً أننا بدأنا خطوة نحو التغيير في كل المجالات، فندعوكم إلى الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة وإنشاء البوابة العربية للمعارف في الأنشطة الريادية، مع تأكيد تأييدنا للنتائج والتوصيات الواردة به. كما نؤكد على الدور الكبير للتدريب المهني في دخول عالم ريادة الأعمال. من أجل تحقيق ذلك نعمل جاهدين على تأهيل مراكز التدريب وخلق شراكات محلية مع القطاع الخاص ومع المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك عقد اتفاقات في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة لخلق فرص للشباب للعمل وتفجير إمكانياتهم الكامنة وتطوير مهاراتهم الوظيفية. وكذلك يعد تقرير أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل هام جداً، خاصة وأن السودان حرم من الاستفادة من أفضل عصور التطور التكنولوجي أمام فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، مما انعكس سلباً على أداء كافة القطاعات الاقتصادية. الآن وبعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نتوقع سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة من أجل اللحاق برغبة الاندماج العالمي،
وكذلك بعد التقرير حول متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل، تقرير مواكب لمتغيرات سوق العمل والتحديات التي يواجهها العالم، ونأمل أن تنال هذه التقارير نقاش وتداول كبير حولها للوصول لتوصيات تعرض على المؤتمر لإجازتها. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، نشيد بالتقرير الخاص بالبرامج والأنشطة الذي تم تنفيذها بواسطة المنظمة وزروعها الفنية من المعاهد والمراكز التابعة لها خلال الفترة من 2019-2020، وخاصة ما ورد بشأن التحديات التي واجهت المنظمة في تحقيق الأهداف التنموية، ومن أبرزها التحديات الكبيرة والتباين المشهود بين الدول العربية في التصدي لجائحة كوفيد-19 التي أوجدت وضعاً استثنائياً ليست فقط لتأثيراتها الصحية بل كذلك لأثارها الاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار ما ورد بشأن الأنشطة المنفذة في ظل الجائحة من ندوات وورش عمل ودورات تدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، سيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، نؤكد على أن الحوار الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم يعد أهم اهتمامات بلادي، ونعمل جاهدين للحفاظ على دعائم الحقوق والحريات النقابية. وفي هذا الصدد أتقدم بخالص الشكر والتقدير للزيارة التي قام بها وفد من المنظمة للسودان والذي ضم السيد المدير العام للمنظمة. وفي هذا الإطار أفيدكم بإجازة قانون نقابات العمال الجديد من مجلس الوزراء، وسوف يتم إجازته في الأيام القادمة من المجلس المشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء للاعتماد والإجازة النهائية. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة اهتماماتنا ودعمنا الدائم ومساندتنا المستمرة والكاملة للشعب الفلسطيني، والعمل على تنمية قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة بفلسطين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الختام نكرر شكرنا لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على كريم الضيافة وحسن الاستقبال، ونتمنى لكم كل التوفيق ولكم خالص الشكر.